في أبراج كده ربنا ما يكتب عليكم بتشك في صوابع إيديها وفي هدومها وممكن تشك في نفسها، يعني ولا مريحين نفسهم ولا مريحين اللي حواليهم. وهو ده موضوع حلقتنا بتاع النهاردة، كل الأبراج بالترتيب في موضوع الشك ده، رجل أو امرأة. الموضوع تصاعدي كالعادة، فتوقعوا بقى كل حد إحساسه بنفسه كده يكتب لنا في التعليقات هيجي في المركز الكام. انا مدمن على قراءة تعليقاتكم، وحد اذكى شوية يقول لنا يتوقع مين المركز الاول، وتعالوا بينا نبتدي. ارحب بكم سريعا، اجمل ناس واجمل عيلة، وادعو اللي ما اشتركش في القناة ان هو يشترك عشان اشعارات الحلقة ما تروحش عليه الحلقات اللي بعد كده، والجديد برضو عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. ويلا بينا نبتدي في المركز الـ12، حد توقع برج الدلو الهوائي. اذا قارنا كل الابراج في موضوع الشك، هيجي الدلو اللي مريح نفسه قوي ومريح دماغه قوي ومريح اللي حواليه قوي، امرأة ولا سيما رجل. ونعلى اكتر لانه يعتبر خارج موضوع حلقتنا، فهنلاقي في المركز الـ11 القوس الناري، وده استثناء القاعدة النهاردة في الابراج النارية تحديدا. القوس برضو ما بيشغلش باله بموضوع الشك ده، والاتنين دول ما بيدققوش كرجل او انثى، يعني ابراج ما بتدققش قوي وتتعب قوي وتقفلك على الوحدة قوي، وابراج بتحب الحياة، وعشان كده ابراج محبوبة واجتماعية من الدرجة الاولى. كمل كده، اذا شايفين الحلقة دي مفيدة وممتعة ندوس لايك توصل لبقية اصدقائنا. الثور في المركز الـ10، ومع برج الثور كده ولما نوصل للمركز الـ10، احنا قلنا من اكتر الابراج اللي هي دغري، اللي هي بتمشي في طريق مستقيم واللي متمسكة بطباعها ومبادئها وثوابتها الطور، عشان كده بتلاقي إذا وثق في حد بيثق فيه قوي، وحتة الشك دي رحمة عنده ومش مزعجة. هو في صفات تانية ممكن تكون مزعجة خاصة في الارتباط العاطفي، ولكن مش موضوع الشك إذا قارناه بغيره من الأبراج. ندخل بقى في الجد شوية وندخل في منطقة وسطى كده في المركز الـ9، ونلتقي ببرج العذراء قنبلة الذكاء. العذراء رغم ذكائه ورغم كل حاجة ورغم ان هو من الابراج اللي صراحة بتدقق قوي قوي قوي، ممكن زيادة عن اللزوم، ولكنه من الابراج اللي لو حطت ثقتها في حد خلاص وثقت فيه، ودي من مشاكل برج العذراء. نعلى ونخش في الجد اكتر واكتر، وفي برج هوائي تاني الجوزاء المحبوب الفرفوش المجنون. برج الجوزاء رجل ولا سيما امرأة. كده بدأنا ندخل في موضوع حلقتنا حرفيا. الجوزاء يعتبر من الأبراج اللي نقدر نقول عليه شكاكة بنسبة، شكاكة بمقدار، ولكن في فرق طبعا ما بين برج الجوزاء وبرج الأسد اللي بيجي في المركز الـ8. برج الأسد بدأنا برضو نخش في الجد أكتر وأكتر، ولكن لسه ما وصلناش لخطوط النار. الأسد هنا بقى نقدر نقول من الأبراج اللي مش مريحة نفسها، إنجاز التعبير، من الأبراج اللي ممكن يكاد يكون الشك بتاعها مزعج مزعج. ولكن على فكرة إن أنت تنال ثقة برج الأسد أسهل بكتير قوي من إنك تنال ثقة برج العذراء. يعني الأسد بيتخم، بيندلق، بياخد على عينه لما بيثق في حد. العذراء بيطول شوية على ما يديك الثقة أو ياخدها منك. نستمر بقى في الصعود ونوصل للمركز الـ7 ونخش في الجد أكتر وأكتر، وفي الأبراج اللي مش مريحة نفسها أكتر وأكتر. برج الأسد عفوا في المركز الـ7، هنخش بقى على الـ6 الأوائل، برج الحوت المائي. وما أدراك بالمية في موضوع زي حلقة النهاردة. برج الحوت من الأبراج اللي شكاكة بنسبة، شكاكة بمقدار، مش مريحة نفسها وبرضه مش مريحة إلا حواليها، ولكن كل دول في منطقة والخمسة الأوائل في منطقة تانية. حد توقع مين خماسي خط النار اللي معانا في حلقة النهاردة؟ اكتبولي عامة، أنا بقرا كل تعليقاتكم. السرطان في المركز الـ5. دي الأبراج بقى اللي هارية نفسها شك، وهارية هدومها شك، وهارية اللي حواليها شك، وسبب أساس إن هم في يعني حالتهم النفسية صعبة قوي هو موضوع الشك ده، وصعب جدا في نفس الوقت إن أنت تنال ثقتهم. يمشي معاهم كده ويمشي معاهم كده، السرطان كده شكاك قوي قوي قوي
بدرجة اوفر قوي، ولازم انت تكون عارف كده قبل ما تتعامل معاه وتاخده على قد عقله في النقطة دي. هو محتاج كده دلوقتي. بقى الأربعة الأوائل، رباعي خط النار، يلا بينا. الجدي اللي مش مريح نفسه برضه في المركز الرابع، والفرق قليل قوي ما بين السرطان والجدي، ممكن يتزاحموا في المركز الرابع عادي، نقدر ان احنا نمشيها. بس الجدي اعند شوية ودماغه اصلب شوية ومش مريح نفسه، 5 6 7 8 10 شويات، لذلك هو مزعج في الموضوع ده، وصعب ان انت تنال ثقته قوي قوي، مش مريح في النقطة دي. رجل غلبان، رجل برج الجدي مقارنة بالمرأة الحديدية، يبقى ولا سيما امرأة. ولكن بقى بصراحة كل الأبراج دي في منطقة، والتلاتة الأوائل في منطقة تانية تماما، الميزان في المركز الثالث. تردد برج الميزان عامل أساسي من العوامل اللي بتخلي درجة الشك عنده عالية قوي، وبيشك في صوابع ايديه ورجليه كمان، انجاز التعبير، وفي هدومه وفي المحيطين بيه في كل حاجة. وده بيكون سبب كبير قوي ان رجال برج الميزان تحديدا ممكن تتأخر في الارتباط الرسمي على ما تاخد الخطوة دي، وممكن تتهمها انت كمان بالبطء، انجاز التعبير. ولكن الميزان رحمة مقارنة ببرجي الحبيب اللي مش بيستر ابدا، وبيجي معانا في المواضيع دايما اللي زي دي في القمة. الحمل في المركز التاني، ويا ويل اللي بيتعاملوا مع برج الحمل في النقطة دي، بيشك في شعر راسه كمان، انجاز التعبير. شوفوا عدد الشعر قد ايه بقى، ما عندوش مشكلة ان هو يشك في شعرايا شعرايا. ممكن نقول ان برج الحمل مريض بالشك، وممكن نقول ان الميزان مريض بالشك، والجدي والسرطان، الخمسة الأوائل دول تحديدا من أول السرطان كده، هما كلهم قريبين قوي قوي من بعض، يتزاحموا، يكاد يتزاحموا كلهم على المركز الأول، إنجاز التعبير. فروقات طفيفة جدا وبسيطة جدا. اللي يهمني في حلقة النهاردة إن أنت رجل أو امرأة تعرف إن الخمسة دول هم أكتر أبراج عندهم شك في صوابع إيدهم، بقية الأبراج عادي، بقية الأبراج العملية عندهم طبيعي مش أوفر، نقدر نتعايش معاهم، إنما الخمسة دول اللي محتاجين دكتور أو طبيب نفسي عشان نقدر إن احنا نتعامل معاهم. الحمل في المركز التاني، وأنا بؤكد بقى وأكد جدا المعلومة دي، إن هو برج الشكاك من الطراز الأول من الدرجة الأولى. بينما بقى زعيم الليلة دي كلها اللي بيتصدر التصنيف والترتيب، مش عارف توقعتهم البداية ولا لا، أكيد الكبير بتاع المواضيع دي هو برج العقرب المائي. العقرب في المركز الأول، العقرب بيشك في كل البشر، في الجدران والبيبان والكراسي والشبابيك، كل حاجة حوالين برج العقرب بيشك فيها. ممكن الشك ده يكون سلاح ذو حدين، إن هو بيخلي برج العقرب يعني ما يتسكش بسهولة، ولكن برضه ما بيبقاش مريح نفسه ولا مريح اللي حواليه، وبيفتح على نفسه حوارات ما لهاش لازمة، وبيوجع دماغه ويوجع دماغ الناس اللي هو مرتبط بيهم، ما يديش الأمان أبدا أبدا لحد، وتبقى عايش معاه وبتاكل معاه، وبرضه ما فيش مانع ان هو يشك فيك من حين إلى آخر. احنا يعتبر قسمنا الأبراج لجزئين، جزء يعتبر الموضوع عنده طبيعي اللي هم قبل برج السرطان، بداية من السرطان والخمسة الأوائل تحديدا او الاربعه اللي فوقيه، هم دول قريبين قوي من بعض. انا مش عايز اصدمكم واقول ان هم ممكن الخمسه يتزاحموا على المركز الاول، والعوامل الوراثيه والشواذ القاعده والحاجات دي ممكن تعلي برج عن برج في الموضوع ده. يعني وارد جدا الاقي السرطان هو الاقوى، وارد الاقي الحمل، وارد الاقي الجد، العقرب اكيد ما فيهاش نقاش، ولكن اللي انا عايز اوصله ان الابراج دي قريبه قوي قوي من بعضها، وانت لازم هتلحظ الموضوع ده معاها، فيكون في غاية الدقة والحرص وانت بتتعامل مع الابراج دي، واعرف ان دي طبعهم. اكتبوا لي ارائكم في الحلقة دي، ويا ريت لو شايفينها يعني مفيدة او ممتعة ندوس لايك توصل لبقية اصدقائنا، واي حد تاني على الفيسبوك او اليوتيوب غير محمد ابو زيد نصاب، اوعوا ان انتوا
تتابعوه. عندنا قناتين كمان غير محمد ابو زيد طبعا، عندنا قناتين تانيين، هاتريك كوره واسال محمد وعيلته، يا ريت تشتركوا فيهم، واكون سعيد جدا بانضمامكم. الانستجرام والفيسبوك في وصف الفيديو، لو انت على الفيسبوك انزل هتلاقيهم في التعليقات. تشرفوني جدا، اللي يحب انه يتواصل معايا انا برد على كل الناس عاجلا ام اجلا. والى اللقاء.